مساء الخير على كل مشاهدينا، واهلا بحضراتكم معانا وحلقه جديده وزينه. فقراتنا اليوم الجمعه فقرات خاصه جدا. فقرتنا الثانيه هتكون فقره مطبخ زينه، وطبعا هنتعلم فيها اجمل الاكلات ان شاء الله تستمتعوا معانا في الفقره دي. لكن اولى فقراتنا هنصحبكم فيها في رحله ايمانيه جديده في بيوت امنه مطمئنه. بيوتنا عشان تبقى امنه ومطمئنه لازم ان احنا نتخلى عن خلق من الاخلاق المذمومه اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها في كتابه الكريم، وهو الاسراف والتبذير. زي ما ربنا قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. محدش فينا يحب ابدا ان هو يبقى من اتباع الشياطين او من اخوان الشياطين. فالتبذير نوع من انواع السير في هذا الطريق. مش بس كده، ما نبقاش برضو لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، لا البخل مطلوب ولا التبذير مطلوب، وسطيه في كل شيء لان احنا دين وسط. مزيد من التفاصيل عن الاسراف والتبذير النهارده هتكون حلقتنا في بيوت امنه مطمئنه في اولى فقراتنا في زينه، ولكن بعد الفاصل. بحضراتكم من جديد مشاهدينا في اولى فقراتنا في بيوت امنه مطمئنه، وزي ما قلنا احنا النهارده موضوعنا موضوع خاص عن الاسراف والتبذير. وفي سورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى قال إنه لا يحب المسرفين. تخيلوا بقى لما ربنا ما بيحبهمش، وإحنا كل أملنا في الدنيا إن ربنا يحبنا وإن ربنا يرضى علينا. فخلينا نشوف إزاي ما نبقاش مسرفين وما نبقاش في نفس الوقت يدنا مغلولة إلى العنق. مزيد من التفاصيل معنا ومع حضراتكم فضيلة الشيخ دكتور عبد الله عبد العليم الصبان، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. ورحب بحضرتك. أهلا وأهلا بيك معانا. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير دايما يا رب إن شاء الله. نعم. ربنا سبحانه وتعالى في أكتر من موضع في القرآن الكريم اتكلم على الإسراف واتكلم على التبذير، وفعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الفرق بين الإسراف والتبذير إيه في البداية؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الإسراف هو مجاوزة الحد في الأقوال والأفعال والأموال. يعني مش خاصة بالمال فقط. لا. التبذير جاي من البذرة. دايما وأبدا الفلاح بيعمل مكان كده بيحط فيه البذر بتاع الأرض، فهو بيحط كيلة عشان ياخد 10 أراديب. يعني يحط الجليل والأرض ترد عليه بفضل الله بالكثير. فهو ده أصل البذر. فلما أجي أبذر مالي في غير محله أو أنفقه في غير محله، يبقى أنا إنسان مش سوي مش سليم، إنسان لا أحسن تدبير أمر مالي، ممكن أكون مسرف ممكن أكون سفيه. لكن الإسراف الإسراف أوسع. الإسراف في الفعل، في القول، في الأموال، في السلوك، في التصرفات، في التجاوز. إنسان يتجاوز الحدود، يخرج عن حدوده ويتكلم يسرف في الشتم، يسرف في السب، يسرف في اللعن، يسرف في توقيع الجزاء والعقوبة، يسرف في كذا. فالسرف شيء اوسع من حدود التبذير. المال بس لا، يعني الناس كانت فاكره ان الاسراف فقط متعلق ان الواحد بيصرف كتير في فلوس، لكن لا مش هو لسه هتكلم. لا ده في كل حاجه. ده واخد شكل مش طبيعي. طب خلينا نتكلم عليه هو في البدايه. الاسراف بما انه واخد اكتر من شكل، شكل الاموال والافعال والاقوال. ازاي الانسان ممكن يبقى مسرف في كل دول؟ هقول لك حاجه بسيطه خالص. فاكره انت ولا زلنا ان في بعض القبائل او بعض العائلات وبعض كذا في الصعيد، الحمد لله النهارده خدوا شكل تاني، ان هو يعني اخوه قتل يقتل له 10 15. وربنا قال في الايه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. انا هديك هخليها همكنك من اللي قتل اخوك او قتل ابنك، ان ما كانتش الحكومه هتقوم بالامر، لكن ما تستحلاش 10 15 في عيله الناس الثانيه وتقتلهم مقابل واحد عندك. فهي دي عدم الاسراف فين؟ في القتل. واخد بالك؟ وبالتالي اذا كنا بنقول كده لا نسرف في القتل في المشاكل واللي حاصل والناس والمشاكل اللي على مستوى الحرب والحروب، ان احنا لا نسرف اصلا، مش هننتهي لشيء. ويظل الاسراف في القول. الاسراف في القول ان هو اللي احنا هيتحول لغيبه ونميمه ووقع والوقوع في اعراض الناس والسخريه بالناس والهمز واللمز. ما هو ده اسراف. واخد بالك؟ فالاسلام نهى على انك انت فليقل خيرا او ايه او ليصمت. لكن لما يجي ياكلك، يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. فيسرف في القول في الناس. حتى احنا عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل. ايه الجرح والتعديل؟ احنا عندنا رواه عن سيدنا رسول الله
الرواه دول منهم البريم والصادق الممتاز، ومنهم الصدوق يهم، ومنهم الكذاب المدعي. فاحنا سميناه علم الجرح والتعديل. الثقه واللي كان تلميذ متميز ومعاه من العلوم وشاهد له اساتذته بيديله درجه ممتاز، واخد بالك؟ الدرجه العاليه ثقه، ثقه عدل ضابط كذا كذا. في بقى بنقول عليه ايه؟ صدوق يهم، صدوق له اوهام، لكن في واحد كاذب على سيدنا رسول الله فنقول كذاب، انه ايه؟ كذاب، دجال، من دجاجله العلم، من كذا كذا، فلازم نحرجه ونفضحه. فالمشايخ قالوا ايه؟ قالوا بالضبط زي اللي بيجرح يعمل عمليه، ان كانت كلمه واحده تكفي مش لازم 10 كلمات. وبالتالي حتى وانا جاي استشيرك في جاي لبنت عريس، فانت بقول لك الولد ده من يمتكم، فانت لو قلت كلمه تكفي مش لازم تقولي كلمتين، لان كلمتين تبقى اسرفتي. ما دام الكلمه تقول خلاص كلمة تكفي. حتى لو الكلام كلام حسن ما فيهوش كلام إساءة لا الحسن مش اسمه يعني إسراف. لا يعني في الكلام الكويس اللي مش فيه إسراف. مش لا إسراف. مش إسراف، لكن لو كلام فيه ذم على شخص لا، يبقى دي المشكلة بقى. أن تسرف. وبرضو الواحد ما يسرفش في المدح. ليه؟ لربما يكون أنا عند أنا أسرفت في مدح ناس كتير وفي الآخر اكتشفت أن هم ما يستحقوش. إنما كنت أرى نفسي فأتكلم عن نفسي كأنهم أنا، فشايفه من وجهة نظر أنا شايفها، وعشت وهم كتير واكتشفت في الآخر في الواقع أنه ما كانش يستحق مدحة واحدة دي وغيره. ليه؟ لأن الإنسان الطيب والخير يرى نفسه. أيوه. يعني فمدام الرجل ده ظاهره من عامل لي مراية كده فشايف فيها نفسي، يعني هو مش عامل لي مراية، عامل نفسه لي مراية، فأرى نفسي وأنا من حمد مثلا بفضل الله ما عنديش خبص ما عنديش مكر. فأقول فيه أتاري هو مصدر للمراية دي وهو عكس ده تمام. طب في الجزئية دي بس يمكن بعيدة شوية عن موضوعنا، بس بما ان حضرتك ذكرتها علشان في ناس كتير بتتساءل فيها. ان ده فيها حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، اتقوا فتنة المؤمن فانه يرى بعين الله، اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله. بالظبط. طب ازاي المؤمن بيرى بنور الله؟ ايوه. وفي النهاية ممكن يخدع المؤمن اذا خدع بالله انخدع، ده كلام حضرة النبي عليه. يعني احنا واحد قال والله العظيم كذا كذا اقول له صادق صادق. ويبقى كذاب. ليه؟ اصل بيحلف بمين؟ بربنا، وربنا عندي مش سهل، لانه لانه مش سهل. فلما والله العظيم خلاص انا برجع يعني لو الواحد اتخدع في المؤمن حد إذا مش معناه انه هو لا غير خالص خالص لا، ده هو لا يرى بنور الله. يرى الناس بنور بتبقى قلقانه في الحته دي. في نور الله حاجات فيه بتبقى مصائر كبيره، فالمصائر دي احنا بنستخير فيها ربنا فبيديني بنوره. لكن دي امر عادي، انسان شفته كل ما يقابلني وينحني ويتادب خلاص خدت منه الوجهه ديت. ليه؟ لانه هو ظهر لي بالصوره دي. الا اذا كان هيبقى فيه ضرر بين عليا فالرحمن سبحانه بيوريني بقى. ولذلك جات الضرورات فراينا الحقائق، فكانوا اسهل علينا في الرمي من اي شيء تقذفيه، رغم مثلا طول مسافه، لكن هو خدعني طول المسافه. اشوفه مديني الوجهه دي المرايه دي بالظبط، وعارف ان انا راجل ما بفتش في صدور الناس، لان مؤمن كده. احنا ما الناس عندنا بظاهرهم، ما افتش ليه؟ الاسلام ان فتشت هيفتش ورائي، فانا مسالم. لكن عندما هيجي يقع الضرر الرحمن يكشف. يعني كان ياتي ناس فيزورون وداخلين برضه بالدخله دي، فياتي ما فيش 10 دقائق واحد يقول يا دكتور في فلان عندك خلي بالك منه في الشارع وضاق جوه، فاللي بس اللي كان لابسه خلاص انكشف. أيوة. فكتير جدا، بس احنا مش ملائكه ولا انبياء. ايوه صح. فبتفوتنا برضه، والرحمن بيحطنا في فتنه. مش وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. واحد يخدعني كده، واحد يعمل كده، ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا نستطيع ان نقول انه انخدع، ولكن مع ذلك كان ياتوا اليه مؤمنين وياخذوا زي ما قلت الاسبوع الماضي ويذبحوا الصحابه. فالامور دي موجوده ما يسلمش منها احد. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الايه؟ السوق. ايوه صح. طيب خلينا نرجع تاني لموضوعنا ما يتعلق بالاسراف والتبذير. نعم. وربنا قال في سوره الانعام انه لا يحب المسرفين. نعم. معنى لا يحب انه خلاص خرجوا من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. لا، هو في مسرف زي ما قلنا، مسرف بانه زي فرعون. انه كان عاليا من المسرفين. فدي مسرف في الكفر، انه يدعي الالوهيه. انت ما تؤمنش بيا ماشي، لكن تدعي ان انك اله زي ده اسراف. ده اسراف، فانه كان عاليا من الايه؟ مسرفين. من المسرفين. اسرف، انت كافر معقوله. يعني هم درجات. درجات. طب خلينا نبداهم بقى اعلى الدرجات اللي هو زي فرعون. فرعون انه ادعينا انا ربكم الايه؟ الاعلى. ده طب يقعد يكفر وتمشي، لكن تدعي انك بتساويني، طب في اي دليل؟ واخد بالك؟ والذين يدعون مع الله اله ان ربنا كذا وانه هو له كذا وله كذا،
عزير ابن الله، المسيح ابن الله، ده خروج. لان المسائل مش كده، الله احد فرض الصمد. الادعاء بالالوهيه ده اسراف. تاني درجه من يعني درجات ياتي بعدها ايه؟ الكفر العادي انه اسرف، انه ما امنش. الثالث انه هو يسرف في القتل. لان لا يزال المسلم في فسحه من دينه ما لم يصب دما. الانسان ممكن تمشي معاه ياخد 25 سنه ياخد، لكن دم هيجب بدم. فلما يسرف في القتل، هو قال له انا هديك حقك. يا دوله تجيب لك حقك، يا انت همكنك من اللي قتلك، قتل اخوك، قتل ابنك كذا. بس شرط عليه شرط، قال فلا يسرف في القتل انه كان مسؤولا، انه كان منصورا. انا هنصره بس شرط لا يسرف فين؟ في القتل. لا يسرف في القتل. طيب اللي بعد القتل. بعد القتل الاسراف بقى فين؟ في زي ما قلنا في الكلام، والوجوع في اعراض الناس اللي هي الاسراف في الحسد واستكثار على الناس النعم. ما هو اسراف ده نوع من انواع الاسراف. ده في ناس، الناس بقت محترفه يا سيدتي. مجرد ما تجب بره في الشارع ويقال ان دي مثلا المذيعه الاستاذه هدى، تلاقي واحده بصت لك على طول نشتك، ادي اسراف. اسراف في الحسد. طب ما تشكروا الله على النعم اللي عندكم، زي ما احنا عندنا نعم بنشكر الله عليها. لكن العين ترى بره، ما تراش نفسها. الواحد لو يرى نفسه يحمد الله على النعمه اللي هو فيها ويفادي، لكن لا، هو شايف دايما ان اللي في ايد الغير حلوه ويشتهيها فيخربها. وزي ما كنا بنقول زمان واحنا عيال في المدرسه، الواد ما ادانيش حته من السندوتش، اقول له عيني في الايه سندوتش، وسمي العين مش عارف في كل حاجه. تصور ان ده صحيح. أيوة. لو رحت تشتري سمك او غيره، ممكن تلاقي واحده تنبور لك في المساله ما تاكلهوش، الشيء يخرب. أيوة. والناس لا زال فيها لانها ما تربتش على الطاعه والشكر والرضا بالقليل. كلنا بيحسد القناعه. القناعه كنز لا يفنى. ده حقيقه، حقيقة. ادي الاسراف. يجي بقى واحد دلوقتي واحنا عشان نتكلم بصراحه، الاسراف. الاسراف انه هو يعني احنا في، انا انت معاك ملايين، لكن انت هتخرج للناس بالملايين ديت؟ لا. طب ما الناس حسدوا، هنقول ربنا خسف. بس الناس لما وقفوا واتفرجوا على قانون رجل هو فيه، لبوا عين ملاكي، جابوا الارض، هنقول افترض فخسفنا به وبداره الايه؟ الارض. لا تسأل يعني ان الله لا يحب الايه؟ الفرحين. قال انما اوتيته كده برضه. طب خد. عندنا الرجل الثاني اللي هو كان مع رجل الغلبان في سوره الكهف، اضرب له مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين، فصاحبنا انا وانا وانا وانا، وقع في الانا. قال هو اللي حسد ماله. انا اكثر وده هو ما اظن ان تبيد، مش عارف ايه سوي ايه. طب قول ما شاء الله زي ما رجل قال لك. طب اشرب بقى. اذا احنا ممكن نحسد ايه؟ أموالنا. أنفسنا ونحسد أموالنا. طب حتى لو ما حسدناش، في ناس بقى بتحب الإسراف لأن هي بتحب يعني الإسراف. وده تحديدا يمكن في بعض النساء، وطبعا للأسف الشديد في بيوتهم ممكن إن هي تخرب بالبيت بسبب إسرافها الشديد. بتشتري عمال على بطال حتى لو هي مش محتاجة. طيب للأشياء. يعني ينفع كده إن إحنا بطننا تغلب عقولنا؟ ينفع كده إن أنا بطني تغلب عقلي؟ أنا آكل على قدر يخليني في حالة مكنة من الحركة والحياة، لكن بطني تكبر في مقابل إن أنا عايز آكل وأشرب واندين واستلف؟ ده أنا أصوم ما أكلش، وأكل طجة في ربع طجة، وأكون سوي، والمرتب أياً كان شكله يكفيني، المنطق كده، لكن المنطق بقى حتى كده حتى لو هي عندها، يعني لو البيت ده، لو حتى عندها، لو البيت ده الـ 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 يعني يعني بيت أغنية. في حاجة مهمة في جدا، في إسراف فيه بكترة، هل ده برضو يحاسب عليه؟ لا، الله لا يرضى هذا. لسبب، لأنه في سلبية الملابس أنك أنت بتدي الغير حقد واستقطار عليك وانت لابسة للناس. فهيحقدوا عليكي. لو لابسة ذهب، يعني أنا شيء شخصي أن المدام لو ما تلبسش حاجتين في آن واحد، أقول لها تبو الغلبان أو الغلبانة اللي هتشوفك، أنت مرات شيخ، يبقى شيء واحد وشيء بسيط علشان خاطر يبقى مثل. لكن لما البس دي والبس دي، بقيت للناس التانية ايه؟ انا ما احبش اكون محل حسد، انا عايز اكون محل وداد وحب. فلما اكون بسيط، وذاك اللي واثقه من جمالها ما بتكترش في ايديها ورجليها. والجماعه بيبيعوا في السوق فجل وجرجير ولابسين لغايه هنا، مش بنقب عليهم، لكن مش باللبس، انما حتى اهل الفكر لبسهم فكر، حاجتهم رمز، لانه عارفين ان الخلق الله فيها اعلى من اي شيء اخر يزنها. ان ما كانش عجلها وفكرها وهيئتها تزنها، كل ما تحط عليها ما يزنش، ما يلزمش. طيب يعني معنى كده ان اللي بيسرف سواء كان رجل او امراه، تحديدا لو اتكلمنا في المأكل، في أو المشرب، او في الملبس، كل حاجه، في ما يتعلق بالتفاهات، في السلوك. طب مين يضمن بكره؟ قالوا في المثل الفلاحي لا تستكثر ما اولادك على لا اولادك على الموت ولا مالك على الفجر.
لا ما الناس بتبقى تطلع فوق في السحاب وتنزل على الارض. طب ما تخلي وابتغي ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ازاي بقى نعمل فعلا نتبع هذه الايه؟ ده ربنا هو قال كلوا واشربوا ولا ايه تسرفوا. طب شوف بقى انت في الاكل والشرب وعدم الاسراف. طب احنا في الاسراف بيحصل ايه؟ الجزء الاول ناكل مبطرخ، الجزء الثاني نعمل رجيم. دي غرامه ودي غرامه. طب ما نوازن بين انفسنا في الاكل والشرب، تلت للاكل وتلت للشرب زي ما قال حضره النبي زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام. انت عارفه سعادتك برضو من كلام البلد البسيط عشان الناس تفهمه كويس شويه معانا. انت عارفه ايام ما كنا في البلد وكنا دخلة الدراسة يجيبوا لنا الهدوم والداخلية والخارجية كانت فرحتها لها عجب. وكنا نروح المدارس الصبحية كلنا شكل بعض لابسين ملابس، فكانت الملابس في العيد في العيدين وفي دخلة الدراسة. طب الأكل كان غالبا مثلا التلات سمك، الجمعة لحمة أو فراخ أو كذا، وكان بقية الأسبوع يمشي ويعدي ما كانش اللي فيه كوليسترول ولا مولسترول ولا حاجة من دي، وكان الأكلة جميلة ولها شهوة والفرحة ولها مناسبة، إلا إذا صدف ضيف أو جات عندنا موسم يبقى استثناء. فكان الأكل لذيذ والأكل طيب ومقبول، لكن لما زحمة كل يوم لحمة وزحمة كل يوم كذا خلاص النفس بتعاف. طب وغيرك الغلبان مش لاقي، طب ما تخليها وسطية. وزي ما قلنا مع حضرتك كان زمان، ما تيجي نبعت أكلة لغلبان ناكلها في الجنة. صح. يعني لازم يكون مراعاة الغير عشان يظل الخير. ثم الرحمن عشان تبقى عارفة، ولا بقولها لكل الناس وبتمر عليها شخصيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. صح. نفاجأ في أيام الرحمن بيرمي لينا في خير ملوش حدود. وبقول خلي بالك عشان خاطر هبدأ أنجل الدلو على غيرك. فاللي جيلك ده ما تاخدوش تضيعه زي الموسم اللي بجينا في البلد من قطنة أو من ذرة أو من غلة. فإحنا الموسم ده لو فرطت فيه في ذات الشهر قعدت طول السنة أشحت ومد إيدي. وهل إحنا محاسبين على ده عند ربنا سبحانه وتعالى؟ على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وليه زودت؟ وقال لي أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم فقراء يتكففون الناس السؤال. أنت ابقي لأولادك يا أخي تاكل وتشرب وتلبس. أنا واحد قال لي أنت بعت أرضك ما تجيب بقى عربية سعرها كذا وكذا، قلت له ما العربية دي جيب بها ثلاثة أنا وولادي. لكن قلت له لما تقبل العربية بالسعر ده يعني هركب ولادي فين برضه؟ لا ما اجيب ثلاث عربيات، ما اجيب عربيتين. اذا انا لازم افكر تفكير واعي في اصلاح ما عندي من مال وانني يستمر الحل، لكن يوصل الحل بيا ان بطني او تفكيري قاعدني محصور وملوم دي بلوى كبرى. ايا كان المرتب لازم يفض منه تلت وتلت وتلت، كل تلت واشرب تلت وعين تلت، لان لما تمرض منها يعالجك. ايوه لما هيجد علي ظروف في زواج او غيره مين هيساعدك؟ يعني يتعمل زي ما نقول كده ميزانيه جديده تتعمل ورجوله مع النفس. والست من دول تحزم. احنا مش بدم احنا اول اصل الاكل العيش والملح وشوربه الملح اصل الاكل. ثم لما ابدا بقى اتفكه يبقى هجيب مثلا خضار، هبدا اتفكه هجيب مثلا حته لحمه، ده اصل الاكل والشرب. وزيك يقولوا خاين العيش والملح. ما يقولوش ابدا خاين العيش واللحمه. لان ادنى الاكل عيش وملح. ثم يرتقي. فانت ازاي تاكل اكل وانت ما معكش ثمنه؟ وانا شفت ناس كتير يجي يطلب الطلب من بتاع البقال وعامل له دفتر. طب ليه؟ حلو ما تصوم ما تاكلش. كان والدي حفظني كلام يقول مد غطاك على جد فرشك. ايوه رجلك تمشي واقعد في وسط مجالس جدودك عشان تعلم الحكمه. وغمس رغيفك ببصله اوعى تزيد عن حدودك. افرض انا معيش غير ان انا اكل عيش وبصل، اجيب عيش وفكه وهتشبع. يعني الناس في ناس كتيره ممكن زي ما حضرتك بتقول ممكن تاكل فول وطعميه وتشبع جدا تأكل. لو عدت على بتاع كباب هتبقى مش نفسها تاكل خلاص. والدتي كانت تحفظني عشان انا برضو انا فلاح. تقول يا ابني من فات اللسان صار نتان مهما كلت. تقول البطن ما بتشكرش. البطن ما بتشكرش. كلي وشبع، كلي كل يوم بطنك مش هتقول لك شكرا. احنا عايزين كمان ان ده يكون زي ما حضرتك قلت ان احنا دايما بنتصارع بالنيات او بنتسابق بالنيات. ان احنا محتاجين ده يكون ابتغاء وجه الله، ان ربنا امرنا بكده. ربنا امرنا ان هو قال لنا ما بحبش المسرفين واحنا مش عايزين نبقى ربنا بيحبنا. عينه لاولادك. مش هنقول لك عينه لغريب. ادي زكاتك وعينه لاولادك. سيدنا الشعراوي يقول الواحد لو اجتهد 10 سنين هيحمي ولاده 20 سنه. طب 20 سنة يحميهم 30 سنة. يبقى هيكرم الأولاد والأحفاد. فأنت يا سيدي عندك النهاردة عين البكرة، أنت ضامن بكرة. أنت عندك غيب الله. ما يمكن لما أخذت متفاجأة وعيالك اللي كانوا في مدارس، أنا خفت أودي مدارس خاصة. فالمدام بتقول لي إزاي الناس تعيب عليا، قلت لهم لا أنا ما أضمنش. أنا راجل على فضل كريم ومش غني. وبالتالي افرض أنا النهاردة وديت ابني مستوى ثم أنا
اصابني الموت، ابني يعمل ايه؟ دي حاله نفسيه وعصبيه؟ لا، يروح مع الناس. حتى مره بعض الناس قال لي الدكتور عبد الله اولاده مع العربجيه، قلت لهم اخواتي العربجيه وناسي، الغلابه دول ناسي واخواتي، يبقى اولادي معاهم يتميز بينهم، لكن مع المستوى العالي يمكن ابني يتوه. الامر الثاني افرض ما عرفتش اواصل، ما هو لازم اعمل حساب ايه؟ بكره. صح. طيب، دي القصه. في الايات، بعضا من الايات والاحاديث للرسول عليه الصلاه والسلام بتتكلم على الـ يعني موقف ربنا من المسرفين، يعني عقاب ربنا من المسرفين. خلينا نقولهم للناس عشان يبقوا عارفين. احنا قلنا المسرف في كذا المسرف. لا، هو ربنا عقابه ايه في القصه دي؟ عقاب المسرف بقى ده عند الله احنا ما يعني، لا، ما ربنا قال انه لا يحب المسرف. عدم حب المسرف ده اكبر عقاب ان ربنا ما يحبناش. ما هو عدم حب المسرف يدخله جهنم، لكن هو مسرف مسلم. فمسلم يعتبر مسلم عاصي، مسلم مقصر. لا لا، يعني والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره ايه جائع. ايوه، واخد بال حضرتك؟ اذا انت ما فتشش، يعني لما لم تفتش في اخوانك المسلمين في انك انت على الاقل تساعد المساكين، تساعد اصحاب الاعذار، تساعد كذا. لكن انت اكنست ده كله على نفسك، تاكل وتشرب، ما انت بكره يمكن يمر عليك نفس المشوار ونفس الحال. طيب لو العكس بقى، ها، الانسان بخيل مش مسرف. لا، ما احنا لا، اهو احنا قلنا الاسراف يعني التبذير والاسراف ده معصيه. والتقتير والبخل معصيه برضو. امال ايه؟ وابتغي بين ذلك ايه سبيلا. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل الايه البسط فتقعد ملوما محصوره. هتبقى في حاله ملام وحسره. ما تخليك وسط يا بيه. قنن، شوف، قنن مرتبك على قد يفض منه على اي شكل كان. طب انت عندك وقت الحكومه من 8 ل 3، روح اتغدى ونام ساعه واشتغل اي حاجه. لو هتجيب شويه سوداني وتقف بيهم في مكان ما حدش يعرفك يا سيدي، لكن عشان تساعد. انت بقيت اليوم ملكك، لكن اروح اقعدهم على قهوه واصرف وانفق واضيع وقت واسيب ابني يروح ياخد درس، والدرس ما فيش مدرس مخلص لعيل في درس. عشان نكون صادقين، اللي جبناه يحفظ قران ما حفظش، عايز يدله شؤون اجتماعيه. ان ما كانش ايدك في الشيء مش هينبت الشيء ولا ينجز، مستحيل. انما كله عايز العيل محتاج والعيل ضعيف عشان يجي له ياخد في الحصه كذا. لكن لو انا قعدت ولزقت للاستاذ هينطق. احنا ما بنعملش كده. احنا عندنا مشاكل كتير جدا وغلط كتير جدا في حياتنا. احنا عايزين بلدنا كلها يفيض منها، مش بلدنا كلها في حاله حاجه وعوز. مش لازم الجبنه الاصفات، مش لازم الكاتشب ولا البتاع ده، مش لازم عيش وملح يأدي. الجبنه الجريش بتاعتنا كانت الاصل، انما دخلت علينا اشياء دي من بلدها عشان تملى بطننا ونشحت ونكبة تحتهم. احنا خدنا ايه من الناحيه الاكل ده كله؟ غير ان احنا الدين والحاجه. البلدنا لو ظبطت زي زمان، فول وطعميه وحدود واقل منها وبصاره وعدس وشغل البلد بتاعنا ده اهو، الناس وده يمكن هيفضل منها فلوس اكتر. ده ربنا حتى ذاكرها في القران من فومها وعدسها وبصليها بتاع شغلنا احنا. لكن والناس في الاخر في رمضان تجيب اللحمه وده كله وتشوي، ويروح يجيب برضه بجنيه او 2 جنيه طعميه، لان هي دي الاصل. دي الحته بتاع الافيونه بتاعته. اذا احنا نرجع لاصلنا تاني، نرجع للبسيط في حياتنا تاني. طب انا عايز ارجع للبخل في جزئيه محدده، ان في بعض الرجال بيبقى ربنا فايض عليهم من نعمه ومن كرمه، لكن هم بيبخلوا على زوجاتهم وعلى بيوتهم وفي نفس الوقت هم بيسرفوا بقى مع نفسهم. وفي بخيل بس مش على اولاده ومراته، بخيل على الناس، انه ما فيش ايده حاجه خالص، ما يتصدقش ابدا. هو دول بقى يعني بالظبط، لا بيبقى في ناس ما بتتصدقش، وفي ناس ما يعني ما بتطلعش اي صدقات، وفي ناس فعلا ما حتى لاولادها ولبيتها وللزوجه دي برضو نفس القصه. عايزين نتكلم على الثلاثه دول. شوفي حضرتك، اولا البخيل، احنا شفنا مسلسل كان البخيل وانا لفريد شوقي الله يرحمه، وشفنا ازاي العيال نسيوا ابوهم، نسيوا يدفنوه. ما هو ده شان البخيل، عامل زي النحله. حتى بعض الامثال ضربوا مثلا، قالوا بالنحله، رغم النحله ربنا بعتها لنا خدمتنا، طول السنه تلم العسل، وفي الاخر الفلاح ياخده منها او الشخص ياخده منها، وتعيش تاني على انها تدور على عسل. ايه عمرها ما نامت وركنت على حس شويه كيلو عسل يخدمها، انما هو في نهايه المطاف يتخذ ايه. فشبهه البخيل بالنحله، يطلع عينه طول السنه ويجمع المحصول بتاعه، ويجي واحد يلهفه منه ويبدا يشتغل منين. رغم ان النحله ايه من ايات الله والاكرام الناس. وبالتالي ده شأن واحد اولاده بعد ما منتظرين موته. ايوه، لانه حرمهم، فمنتظرين يموت من هنا يعيشوا من هنا. وفي واحد ما يبخلش على مراته واولاده، يبخل على الناس، وده معدوم الخير والبركه. طب تصدق، فهل من مالك يا ابن ادم؟ ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت،
أو تصدقت فأبقيت. فخليها زي فاكرة كلمة ذهبت كلها سيدة عائشة قال بقيت كلها إلا هذه. أيوة فإحنا صح. عايزين نقول برضو الرسول قال حتى لما تعمل شوية تطبخ شوية لحمة زود شوية مرق لجارك يعني عشان الواد هيشم ريحة ولا تؤذيه بريق قدرك إلا أن تهديه منها. يقعد الواد يعيط ماما عايزين لحمة طب ما تبعت له طبق بقى بشوية حاجة اكرمه أو اكتم على الخبر مجور عشان خاطر ما إيه العيل الصغير ما يعيطش لأنه لو عيط مش هتعرف تاكل والأكل هيمغص بطنك. قصة كبيرة الإسلام يعني ده حتى كمان عظمة. لو طالعين وفي العمارة والبوابين موجودين أو الأطفال موجودين وحد شايل حاجات لازم يدي يعني منها مزايا بتاع أي حاجة يعني دي من الحاجات برضو المهمة مع العين بقى معناها بسيط لا مش عشان بس العين علشان ربنا أمرنا ما هو ربنا أمرنا ما هو برضو العين لما بطالع وعيل صغير واقف بص وبرك بعينيه أنا أجبر خطره هيكلفني إيه ربنا هيزيد والله هيحطها والله هيحطها فيها وما أنفقته من شيء فهو يخلفه بس يبدأ يقوم ربنا يبدأ معك. لكن ابن آدم ربنا قال كده إن الإنسان خلق هلوعا إذا مساه الشر جزوعا وإذا مساه الخير منوعا بس قال إلا المصلين. إيه يعني اللي هم أصحاب المنهج اللي عارفين اللي بيقدموه النهاردة هياخدوا أضعافه إيه بكرة. المنهج دايما يغيرك فإحنا إلا المصلين أي أصحاب المنهج الإلهي دول ناس مش زي الأشكال دي لا اذا اعطي بس في كتير من المصلين برضو بيبقوا بخل لانه ما عندوش ايمان لانه ما عندوش يعني بيصلي اداء حركات فقط مش ما عندوش ايمان قول لو عنده ايمان وثقه في الله هيعطي لله بس قال ايه قال يعني ايه المساله تبقى وسطيه انا انفق واعطي الناس بس في حدود ان انا مش حدش انا راخر يعني اخلي الامور ايه امور وسط بمعنى اتصدق وابقي لاولادي مش اتصدق بكل وشحه انا اولادي ما المساله عايزه عايزين جدول عايزين نظام عايزين ناس تعجل الناس تفهم الإسلام تكبر للإسلام الإسلام عالي قل تعالوا أكلوا ما حرم رب تعالوا تعالوا عن الأمور السفاسف دي والأمور الدنية دي تعالوا شوفوا كرامة الإسلام مش في العز إنك تملى بطنك في العز إنك تصوم لربك مش في العز إنك أنت تتباهى على الناس في العز إنك أنت تتباهى بعبادتك لرب الناس العزة حاجة تانية لله العزة ولرسوله وللمؤمنين لا في عربيات بتركب ولا ملابس بتلبس ولا لا مؤاخذة مصانع كبيرة لا احنا عايزين ده كله بس انت لما تعمل كده راضي اللي قدامك ما تعملش كده وانت بتخلي قدامك يحقد عليك ده نظرة عين تجيب عربية مش واحد يقول جايب لابن زمان من 18 سنين يقول عربية بنص مليون والله العظيم ما كام اليوم لبست ونزلت حتة ما انت اللي عملت فرحك كده خليك في الممكن بشكر حضرتك جدا يا رب ان شاء الله لا يجعلنا لا من المسرفين ولا من البخلاء بالظبط كده والمقتلين اللهم امين بشكر الله. حضرتك جدا نورتنا شكرا لحضرتك الله يكرمك مشاهدينا لازلنا مع حضراتكم متواصلين في زينه الفقره اللي جايه هتكون فقره مطبخ زين يستخرج زيت الزيتون من ثمار الزيتون عن طريق العصر او الضغط ويعتبر هذا زيت من أجود أنواع الزيوت النباتية على الإطلاق وأكثرها فائدة ولذلك فهو يستخدم في العديد من المجالات على نحو واسع خاصة في مجال الطهي والعناية بصحة الجسم ويأتي زيت الزيتون في مقدمة الدهون الصحية نظرا لمكوناته الغنية بالقيم الغذائية العالية مع أن نتعرف على فوائد زيت الزيتون حدثنا اليوم عن زيت الزيتون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة هشوف فوائد زيت الزيتون رائعة جدا 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 يكفي نحن نعرف إن هو له خصائص أنتي إنفلاماتوري يعني مضاد لأي التهابات في الجسم وجدوا شيء رائع جدا إن حتى التحليل اسمه سيري أكتف بروتين يعني معناها تحليل بيدل على إن التهاب مرتفع في الجسم بينخفض بعد تناول زيت الزيتون فشوف بقى أي ألام نفس القصة ذكرناها من قبل أي ألام بسبب الالتهابات في الجسم بتقل تماما بعد تناول زيت الزيتون أول شيء هنستخدمه زيت الزيتون هو بالذات للقلب هو في بينه وبين في كده صديق للقلب ليه بيخفض من الكوليسترول الضار ال LDL
فبالتالي خير وقايه لانه غني بالاوميجا 3 بالاوليك اسيد. كل دي اشياء انساتوريتد فاتش اسيد يعني معناها زيوت غير مشبعه بتمنع تماما التجلط الدم. فده اول شيء. تاني حاجه للكبد، الكبد رائع جدا، زيت الزيتون مع الليمون طبعا دي وسائل لتناوله، ممكن في السلطات او غيره او على الريق، ممكن اي ايا كانت الطريقه. زيت الزيتون رائع جدا عشان يحفز وظائف الكبد. بجانب ذلك اللي وجدوا ان زيت الزيتون بيقوي العظم، معنى ذلك ان كل اللي عنده بقى اوستيوبوروزيس الالتهابات في المفاصل وغيره وكبير السن في اشد الحاجه انه يتناول زيت الزيتون. ومعنى ان هو زيت الزيتون عايزين نشد ونقول مش مطبوخ طبعا، هيكون اكسترا فيرجن لو قدرنا، اللي هو بيبقى نقي تماما ومعصور على البارد ويستعمل بدون تسخين. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا، وفقرتنا فقره مطبخ زينة، وبيسعدنا يكون النهارده في ضيافتنا الشيف جيهان عبد الله. اهلا بيكي معانا. اهلا بيكي، نورانا. وريحه الاكل بصراحه هي بدات شويه قبل ما نبدا انا الفقرة. حبيت كده بس ريحه واضحه جميله جدا، واضح ان نفسك حلو في الاكل. الحمد لله. قولي لي النهارده المنيو ايه؟ المنيو ان شاء الله النهارده ستيك بصوص الفلفل الاسود. جميل. هعمله كده حاجه خفيفه وسهله. اوكي. وهيتقدم مع رز ابيض، وعمل بقى سلطه بطاطس كده فلفل بالحاجات الالوان بقى الجزر والحاجات دي، شكلها تحفه. لا تدي شكل حلو، شكل وطعم وطعمها برده ان شاء الله لذيذ يعني. طيب نبدا بالستيك. تمام، يلا قولي لنا مقاديرك. المقادير بتاعته قلنا 4 قطع لحمه ستيك، زبده، فلفل اسود، حصى لازم يكون سليم صحيح، ملح، نص كوبايه مرق. كم فلفلايه؟ لا شويه فلفل عشان يبين، لان هو اصلا صوص اصلا بالطعم الفلفل يعني. طيب اوكي. بس ونص كوبايه مرقه لحمه، ممكن نجم يعني نحط بقى ايه شويه كريمه لمباني، حاجه بسيطه كده نكسر اللون اللي هيبقى غامق بتاع البني بتاع الصوص. طيب قولي لنا بقى، ورينا بتعمل ازاي في الاول. اول حاجه حطينا طبعا اللحمه الستيك، حطيناها متبلتيها بحاجه ولا متبلها بفلفل اسود وملح بس مفيش بهارات، مفيش بصل، مفيش ثوم، هي اصلا المفروض البهارات بتاعتها الفلفل الاسود. هي دي. طيب. عشان كده بصوص الفلفل الاسود. هديها ان شاء الله كده لون وتاخد لون كده حلو كويس، واشيلها وابتدي اعمل بقى صوص بتاعها. اللحمه بيختلف يعني لازم مثلا بتلو، لازم كندوز، لازم والله هو طبعا بيختلف. البتلو ما بتاخدش سوى تمام، بس لو لقيناه بقى برضو يعني بس. وهعملها واطلعها بعد ما بتشوحيها. لازم تاخد طبعا لون كويس وتستوي كويس، بحيث ان الصوص بعديها على طول في نفس الطاسه هعمل بقى الصوص بتاعها. طيب لو خدت وقت في السوا نقعد نزود في ميه عشان برضو الناس نعرف. ما هو انت لازم تكون التقطيعه كويسه ما تاخدش سوى يعني اللي هي اللحمه نفسها الستيك بتبقى ولا تخينه ولا رفيعه، فبالتالي هتستوي ان شاء الله على طول. طيب جميل. وهعمل جنبها بقى طبعا كده خضار سوتيه كده، حاجه كده لذيذه اجمل بيها الدنيا. طيب خضار سوتيه بتاعنا انا مدياله يعني حطيته في ميه سخنه وميه سخنه على ميه ساقعه، بحس ان احتفظ بالالوانه كلها. هي اللون فعلا كده الوانه. طيب كلها يعني انت قطعتي وحطيتي جوه ميه سخنه؟ حطيته جوه ميه سخنه. مغليش؟ لا 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 خالص، يا دوبك حطيته ورحت شايلاه على طول ميه سخنه على ميه ساقعه من الثلاجه، تبقى طيب جميله جدا. استوى كده طبعا، اصل انا عايزه الخضار السوتيه يقرش، مش عايزاه مستوي اللي هو عشان تاخدي القيمه الغذائيه بتاعته. بالظبط بالظبط. وحطيتيه بقى على الايه اللي على زبده ولا زبده؟ على زبده. على زبده. فص ثوم، شويه ملح، شويه فلفل، بحب بقى احط كده شويه زعتر خفيف قوي برده كده يعني بيدي ريحه وطعم لذيذه. وهنقدمه ان شاء الله، نقدم الستيك ده مع الرز الابيض. طيب خلينا نكمل بقى الصوص بتاع الستيك، يعني حطينا الستيك عشان خاطر يستوي دلوقتي. تمام تمام. هتعملي الصوص ازاي؟ الصوص بتاعه هيبقى احط الفلفل الاسود. الاول هحط بصلايه صغيره مفرومه ناعم جدا في نفس المقلاية بعد اللحمه. يعني بعد ما بنعمل اللحمه نسويها على نفس المكان في نفس بالظبط عشان تاخد طعم اللحمه. البصلايه نفسها والصوص ياخد طعم اللحمه. اوكي تمام.
يستوي بس و... واقدر ان انا اخدها واحط بقى البصلايه واقلبها و... هي اللحمه بقى خلينا برضو نقول لهم عشان الست لما تيجي تشتري لحمه ساعات ما بتبقاش عارفه، لو مثلا اللحمه فلات ولا لحمه انتركات دول بيبقوا قطره شويه بيستوي بسرعه. اه بالظبط. فلات معلومات كده من عندك كده مظبط الدنيا شويه. لان في لسه بيبقوا سنه اولى طبخ دول بيبقى الدنيا عندهم بايظه خالص. فليتو بتبقى لذيذه كويسه برده، ما بتاخدش وقت في بتاخدش سوا التسويه. بتبقى كويسه. طبعا هنقدمها طبعا مع رز الابيض. احنا عملنا رز الابيض جهزناه برده، خلينا برده نقول للي مش عارف هو رز طبعا اسهل حاجه في الدنيا، رز الابيض يعني برضو. حاجه كده خفيفه خالص، رز زبده حطيت الزبده طبعا، بحب احط مع الزبده شويه زيت بسيط قوي عشان ما تحرقش مني. وبحط الرز وميه سخنه. بحب اعمله برده ميه سخنه، مش اعمله ميه بارده عشان يبقى مفلفل ولذيذ كده. بالميه السخنه يبقى مفلفل اكتر. طبعا احسن من الميه البارده، وبيستوي كمان بسرعه. طبعا استوى ما بياخدش وقت. ما بياخدش وقت. طب قولي لي بتحمري مش بتحمري يعني بتقلبي الرز في الزبده الاول؟ في الزبده بقلبه شويه. تحطي الميه صح؟ بالظبط. واحط مع الملح بتاعه تمام، واحطه على النار وبعدين يغلي كويس يتشرب ميته واوطي عليه. طيب لو انت حابه ان انت تعمليه يعني المقادير عشان يطلع مفلفل تبقى يعني كوبايه قصاد كوبايه ميه صح؟ بالظبط. عشان طبعا الرز المصري ما بياخدش ميه كتير. لو بسمتي او الرز اللي هو كده بياخد ميه يعني اكتر. طبعا تحطي بقى قد ايه لكل كوبايه رز؟ كوبايه رز قصادها كوبايه ميه. ده في المصري؟ في المصري. طب ولو بسمتي؟ لا البسمتي المفروض كوبايه رز يبقى على الاقل خالص ممكن كوبايه ونص كوبايتين ميه. بياخد سوا. بياخد سوا الرزيه نفسها بتاخد سوا يعني. بس سبحان الله رزنا طعمه احلى دايما. طبعا ده هم اصلا بيحبوا الرز بتاعنا. بيحبوا الرز بتاعنا جدا عن رزهم يعني. حلو رزنا ورزهم. طبعا تحس ان احنا متحيزين طبعا. يلا مش مشكله خلينا نعمل. انت قلبتي بقى الخضار السوتيه شويه. بديله بس كده لون بسيط برده وياخد النكهه بتاعت الثوم والزعتر والفلفل الاسود برده، وبعد كده هاخده ان شاء الله احطه جنب السوتيه كده بيبقى لذيذ يعني. طيب والوانه كلها بتبقى جميله كده حلوه قوي. طب قولي لنا الصوص بتاع اللحمه هتعمليه ازاي؟ صوص اللحمه صوص اللحمه خلاص هحط البصلايه تاخد لون شويه. وبعدين احط بقى صوص احط الفلفل الاسود عليها واقلب. وبعد كده تقلبي بقى شويه كده عليها. وبعدين صوص ديميجلاس. عامله صوص ديميجلاس طبعا. فالديميجلاس بيربط بقى الصوص نفسه شويه. بس احط بقى اللحمه احطه في قلبها وشويه كريمه اللباني وبلانا والشيف. هي شبه بيكاتا شويه مش كده؟ بس على فلفل اسود. على فلفل اسود بس. لا كريمه هي اساسا يعني المفروض مش ما يبقاش فيها كريمه لباني، بس انا حابه اكتر اللون اللي هو عشان تبقى غامقه قوي. بالظبط. فاهماني؟ لو حد حابب بقى يعمل جنبيها مشروم بتاع ممكن، مفيش مشكله. اي يعني اضافه بتضيفيها للاكل للمطبخ بتبقى حاجه لذيذه. بتبقى اضافتك دي، بتبقى اضافتك يعني. اي اضافه بتحب تضيفيها دي اضافتك. طيب بس وعامله بقى جنب طبعا الموضوع ده بقى عامله سلطه كده لذيذه برضو. طيب قولي لنا بقى الطريقه. السلطه طبعا قولي لنا السلطه الاول. ما احنا يعني شغالين يلا مع بعض. طيب السلطه عملت بطاطس سلقتها. هرستها كويس جدا، ملح فلفل شويه كمون بسيط عصره ليمونه معلقتين زيت مهروسه، ده كله اتقلب في بعض كويس جدا. الليمون ارجوكي دلوقتي ليمون صعب. يمكن تاخدي عصره واحده مش اكتر. هي عصره بس. وبعدين بقى عملتها زي الكوبايات كده بسيط كده. ازاي بقى زي كورتها وحطيتها في بقدونس. وبعدين فتحتها من النص شويه، حطيت بقى في قلبيها الجزر والخس الاحمر وخيار متقطع. كل ده مبشور. وخيار متقطع، خيار مخلل متقطع صغير. وعلى وشها بقى المايونيز. الله الله. يعني بتحطيها بعد كده في فرن ولا حاجه؟ هي دي؟ ايوه. طب ورينا كده. فانا حبيت كده يعني انجز معاكي. هو اللي جوه ده مش مستوي طبعا، ده خضار. لا كل ده حاجات فريش. كلها فريش. وكورتيها وحطيتي وعلى وشها المايونيز. المايونيز على وشها. حلوه الفكره. حاجه كده يعني برضو. في شبه كفته البطاطس برضه، حطينا جواها لحمه مفرومه عشان لو حد حب يزود يعني. ممكن بس يعني. طبعا دي بس كده احسن كده عشان سلطه كده نص سلطه يعني. جميل. طيب احنا دلوقتي مستنيين الصوص في انتظار الصوص بتاع من الوقت معايا دلوقتي. احنا خلصنا خلاص كده تمام قوي بالنسبه للخضار. انا مش عايزه اكتر من كده. لونه يبقى كده زي ما هو كده حاجه يعني. هي فكره كان ناكد ان هو عشان يبقى لونه اخضر كده باين. طبعا الوانه باينه لازم من ميه سخنه لميه ساقعه. ميه سخنه لميه ساقعه احسن حاجه طبعا.
هل ليكي طريقه معينه في التقطيع عشان يطلعوا سوا بعض تبقى تفرق في الشكل؟ والله هي بصي هي دي يعني ملكات. يعني دي حسبك انت. انت حسب ايدك فاهمه. يعني انا حاولت ان انا حبيت ان انا اخلي الفاصوليا مثلا قد البطاطس قد الكوسه قد يعني فاهماني كده. فطبعا الموضوع بقى هي بتبقى فرقه الطف من اللي هي لما تبقي مقطعها عشوائي كده تلاقي كل حاجه لا لا طبعا طبعا مش هتدي شكل حلو في الاكل طبعا. والواحد لما بيجي ياكل تبقى العين بتاكل الاول صح. العين بتاكل الاول بس لو نظر ضعيف بقى صعب بعد كده مش هتاكل. لا ان شاء الله. جميل. هي واضح ان اللحمه واخده وقت معانا شويه. لا هي مش واخده وقت ولا حاجه بس طبعا الدنيا النار ضعيفه شويه عشان كده انا كنت عايزه. طب على ما تستوي ممكن نشوف الطبق اللي بعده. الطبق اللي بعده انا عامله لكم بقى كده صنف حلو برضو عباره عن كيكه كوبايات. يعني ايه كيكه كوبايات؟ كيك عاملاها بكوبايات على النار من فوق مش في الفرن كمان. طب هاي حاجه كده يعني إيه؟ بتتعمل المقادير بتاعتها عباره عن 3 بيضات تمام، كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، نص كوبايه زيت طبعا نباتي كده خفيف، كوبايه حليب، معلقه فانيليا، معلقه بيكنج باودر ده كله معالق صغيره طبعا، كوبايتين دقيق. وحشيتها بقى من النص من جوه بصوص الشوكولاته البيضاء. طب خلينا نبدا الاول، دول بتضربيهم في الخلاط ولا بتضربيهم بتعجنيهم ازاي يعني؟ لا في الخلاط في المضرب بالمضرب كل ده تمام. بحط كل الحاجات السايله كلها مع بعضها الاول. كله على بعض السايله كلها الاول مع بعضها اضربها كويس عشان كمان السكر يدوب. وبعد كده بحط بقى ابتدي احط الدقيق تدريجي مع البيكنج باودر. وفي بيض؟ مفيش بيض فيها ولا فيها؟ لا فيها 3 بيضات. بالظبط فيها 3 بيضات لازم. جميل. وبعدين بتضربي كل ده مع بعضه؟ تمام بضرب كل ده مع بعضه. وبعدين حطيها في الكوبايه واحطها في ادهن الكوبايات بتاعتي ادهنها زيت او سمنه زي ما انا بحب واحطها في صينيه. احط الكوبايات نفسها بقى في الصينيه. كوبايه بقى مج ولا كوبايه صغيره ولا على حسب ما انت تحبي. حسب انا حسب الحجم اللي انت عايزاه. الحجم اللي انت عايزاه بس احطها في صينيه وكوبايتين اتنين ميه. كوبايتين اتنين ميه واحطها على النار واغطيها. لازم تغطى بفوطه مطبخ نظيف عشان تشرب البخار بحيث ما ينزلش البخار على الكيك نفسه. تمام واغطيها كويس واحطها بقى على النار من فوق. مفيش تلت ساعه وبتبقى تمام قوي زي الفل. طب طلعيها لنا كده نشوف شكلها. هوريكي برده شكلها. وبعدين فتحتها من النص. يعني وبعد ما تستوي تفتحيها من النص. فتحتها من النص وبعد ما فتحتها من النص حطيت فيها صوص الشوكولات ابيض وواحده ثانيه صوص الشوكولات اللي هو البني. يعني حطيتيهم الاثنين مع بعض؟ لا ده الواحده يعني كوبايه كده وكوبايه كده بالظبط. طيب وجرنشت بقى طبعا بالحاجات اللي عليها دي كلها. عايزين نوري للناس ممكن بس كده شكلهم ايه. افتحي لي واحده بقى من هناك دي كده نصين عشان الصوص ينزل. دي الصوص الابيض. دي الابيض والبني عشان الصوص ينزل معاكي كده. يعني عايزين نبين بس الكاميرا جايبه. بصي الصوص فعلا. طب قولي لنا الصوص ده بقى بيتعمل ازاي؟ صوص الشوكولاته شوكولاته بس انت هي نفسها لونها بني. بتعمل على حمام بخار؟ نعم. دي لونها بني. انت عامله لها شوكولاته في النص؟ من ضمن الكيكه نفسها قسمت المقادير بتاعتها العجينه نصين. نفسها حطيتي على حاجه شوكولاته وحطيتي عليها كده بالظبط معلقه كاكاو واحده فادتني لون البني وبقى معايا لون الابيض فيدي بقى الشكل اللي انت شايفاه ده. طب قولي لنا الصوص اللي هو السايل ده بقى بيتعمل ازاي؟ هو صوص شوكولاته بيضة عادي سيحتها على بخار ميه فساحت بقى معايا بالشكل ده. بتنشف؟ لا انا جربتها مره الميه. قولي لي بقى على بخار الميه ليه؟ يعني تجيبي ميه وتحطي عليها ال ميه على البوتاجاز واحط بقى يعني الشوكولاته دي نفسها بحطها في مصفى مثلا ولا حاجه في بوله كده ولا حاجه بخليها تبقى هي جوه الميه. البوله نفسها بتبقى جوه. هو ده بقى بخار تسيح معايا. في طريقه ثانيه غير بخار الميه؟ والله في ناس قالت ممكن بزبده تعمليها كده وتسيحيها على النار ولا دي تنشف. دي بقى انا دي اللي انا دي اللي انا بعملها بصراحه. طيب كده احنا اللحمه داخله على السوى الحمد لله. تلاقيش احنا فاضل لنا دي اصلا؟ لا لسه والله. طيب عشان احنا ان شاء الله كده حابه الموضوع يبقى بس وجرنشتها بقى زي ما انت شايفه كده بالشوكولاته اي حاجه بقى ممكن زي ما مكسرات شوكولاته شيبس البيضة وال بس طعمها بيختلف عن الكيكه اللي بتتحط في الفرن. هي بصي هي دي كب كيك بتبقى اخف شويه من كيكه الفرن. كيكه الفرن بتبقى لا ليها مقادير ثانيه وحاجات ثانيه اكتر كده. دي بقى زي الكب كيك بس واخده شكل الكوبايه. طب
طب سؤال بقى، الكوبايه يعني اي نوع كوبايه ممكن تتحط على النار ولا مجات لازم؟ لا لا مش شرط، مش شرط، انا ما بعملها في كوبايه عاديه خالص عشان ما تتكسرش. بس اهم حاجه بتدهنيها من جوه طبعا عشان تتملكي ان انت لما تطلع تعرف تطلع. هل لو حطينا ورقه زبده من جوه ولا تبوظها؟ مش تبوظها، بس انت كده كده ورقه الزبده مش هت انا حابه انت لازم تحطي في الكوبايه طبعا ما تبقاش مليانه عشان لما تعلى بتعلى زي الكيك العادي ما انت حاطه لها بيكنج باودر فلازم هتعلى طبعا. شفتي بقى فرق اللي بيعرف يعمل حلويات من اللي ما بيعرفش. والله يعني كده. لان في ناس فعلا زي ما بقول لك لهم سنه اولى مطبخ دول هتلاقيها حطت الكيكه لغايه الاخر وتيجي تطلعها تلاقي الكيكه نازله كده جميله فرشه على الصينيه بتاعتها. والله بصي يعني يا ما نعيش يا ما نعيش يا ما هنتعلم ونشوف وكده. احنا دلوقتي خلاص هنحط بقى بصلايه مفرومه صغيره عشان نبتدي نعمل الصوص بتاع اللحمه. طيب يلا عشان احنا قدامنا دقيقتين تلحقي تخلصي فيهم صوص اللحمه. دقيقتين والله احنا خلصنا كل الاكل مش فاضل غير صوص اللحمه بس ان شاء الله. جميل. احنا قلنا صوص اللحمه نفكر الناس تاني هنحط في نفس الطاسه بتاع في نفس الطاسه بصلايه مفرومه صغيره تمام هتاخد بس لون كده وابتدي احط بقى الفلفل الاسود الحصى بتاعي اللي انا نقعاه اللي قلت لكم عليه عشان هي اصلا بصوص الفلفل الاسود عشان وانت بتاكليه ما يقرش معاكي هو المفروض يتنقع شويه يتغلي فانا حابه ان انا انقعه احسن ما يتغلي. دي معلومه جديده برضه. لا طبعا عشان الفلفل الاسود ما يقرش معاكي وتبقى متضايقه منه في ناس ما بتحبش كده يعني. ايوه صح. فالاحسن يتنقع شويه او يتغلي في شويه ميه كده. احنا ادينا البصليه لون يعني مش عايزاها تبقى مستويه قوي هحط لها بقى شويه كده من صوص الفلفل الاسود وعندي بقى اللي هو الصوص الديميجلاس بتاعي البني هيربط بقى على طول مجرد ما يربط ان شاء الله ايه نبتدي نحطه على اللحمه بتاعتنا اللي هي خدت الشكل واللون ده الجميل ده مش حابه ان انا يعني احرقها زياده. وما بياخدش وقت الصوص الديميجلاس ده بيخلص؟ لا لا يعني ان شاء الله لان هو كده كده في مواد بتربط زي يعني كاني الدقيق بقى حاطه دقيق وكده. وفي ناس لو ما عندهاش الصوص ده ممكن تعملها بالدقيق مش كده؟ هيربط معاها برضه ممكن شوية. يربط بس طبعا احنا دقيق طبعا الصوص بيفرق كتير بس يعني خلينا نقول لو حد ما فيش في البيت مش حاجه تسعفه يعني بسرعه ممكن شويه دقيق تتعمل تتحمر كده فيها تبقى برضه تمام. بعد كده طب هل افضل نحط اللحمه تاني جوه الطاسه ولا نحطه فوق؟ والله هو ممكن كده وممكن كده بس انا حبيت يعني ابين شكل اللحمه كمان ابين شكل اللحمه بتاعتي كده. هنحط يعني حاجه بسيطه قوي من كريمه مش عايزه اللون ان يبقى يعني ابيض اللي هو بتاع البيكاتا اللي بتقولي ده يعني. انا طيب حط لنا بقى الصوص تمام زي ما حضراتكم شايفين كده ادي الستيك بالفلفل الاسود هتبقى حاجه جميله زي بتاعه اي مكان بره بتاكلوا فيها في البيت هيبقى كمان انضف بكتير قوي طبعا. شكل الاكل شهي جدا وجميل وعصير عملت كده افوكاتو كده حاجه كمان فرش. يوم النهارده يوم عظيم زي ما حضراتكم شايفين هي لو الكاميرا جايبه النهارده كان عندنا ستيك وعندنا رز ابيض وخضار سوتيه وسلطه كفته سلطه بطاطس وكيكه كيكه الكوبايه. بشكرك جدا يا جان نورتينا ليكي جدا وميرسي. الاكل فعلا ريحته جميله جدا عايزه اقول لكم. بشكر حضراتكم ان شاء الله لقائنا بكره مع اسره جديده لكن نفس اسرتنا يوم الجمعه ان شاء الله نلتقي معاكم الاسبوع اللي جاي. اترككم على الف خير باذن الله.